بدوح يا بابا بدوح. انا شو انا بنت عاديه، انا مش ماديه، انا بنت عاديه، انا مش ماديه. خلي انت سيب. نعم. شوفي هالتسريشة بظريفة. طلعيني. وإلى آخره. إيه حصنتك بالله. إيش هو هالتآني؟ شو هالأنامة؟ إيش هو هالأصابيع هدول؟ خزيت العين، خزيت العين. تسلمي خالي. يعني بنفاس الخياطة؟ شو بتنفع؟ إن شاء الله ما تبلي. يا هيك البنات يا أما بلا. تسلمي. خالي أنت هسي شوفي لحفة الكم وكأنها مهبطة شوي وعريضة. لك بنتي لا مو مهبطة، أنا بعملها قاصد هيك، لأنه قمصان نوم الفانيلا على طول لازم تكون عريضة ومهبطة. قمصان نوم فانيلا؟ مدري شلون انت وامي بتضحكوا، حدا عادلي بس قمصان نوم فانيلا بهالايام خالي؟ ايه بنزل على شارع الحمراء او على سوق الحميديه من على البسطه بلاقي قميص نوم فانيلا ب 200 300 ليره. لا خالتي، انتوا بنات هالايام ما بتعرفوا تعيشوا على راحتكم، بتركضوا لي على الدارج وعلى الموضه. هلا هالقميص النومي اللي عم تشتريه جاهز من السوق، بتعرفي شو اصله وشو فصله؟ كمان قميص النوم له اصل وفصل. طبعا لك بنتي طبعا، كل شيء بهالدنيا بده اصل وفصل. قمصان النوم الجاهزه اللي عم تشتريها من السوق خيطانه مركبه تركي، بتعمل تحسس اول ما بتنحط على البدن بتصير تقروص قروصه. اما قماش الفانيلا هذا قطن الله خلقه والله انبته، بينزل على البدن مثل المي الحلوه، ولما بنخيطه بايدنا بيكون عشنا معه وعرف افكارنا. الك نهفات ونهفات يا خالي، امتى يصير معقوله؟ هلا القماش عنده عقل يفكر ويعرف افكار بني ادم؟ شو بك انتي؟ لك خالتي هاتي عنك، هاتي لضم لك يا حشدة تعذبي، هاتي. خلي خالي الله يخليكي. شو هالجيل؟ عم شوف بلا نظاراتي شو بعمل طيب. تفضلي انضميت. خالي امتى يصير؟ انتي ليش مستصعبتيها كثير؟ شوفي لقلك هذا شايف الخط الازرق؟ بتضلي انتبهتي بتروحي معه هي. كاملة مثل ما هي. لك يا سمر انت ليش عم توجعي لي راسي؟ نقي الصوره يلي بدك اياها وانا الك علي طالع لك اياها الموديل احلى. على انت يصير هي الخياطه مو مثل الخياطه العربي؟ ليش؟ لانه هي جورنالات بقلبها في بترون والبترون مرسومة عليه القصه كامله، اذا اتبعتيها بيطلع الفستان معك مثل ما هو. شوفي هي ليكي ما احلاها، هي على عيونها على الجسم وشقره كمان مثل زعبينه بفرد شكل. لك خالتي خيلتيني خيلتيني، الله يعينكم يا هالجيل. هلا هذا حلو طالع مثل قفص العصافير، وهذا شو عجبك بهالكتف هذا مثل النافخ عضلاته؟ بكره بتشوفي الطقم، بكره بتشوفي الطقم اللي مخيطته لام خالد يلي بده يشوفها لابسته وهي رايحه ليفتكرها راجعه. خالد انت سير ليش هيك عطتيها وش لام خالد؟ بكره امي بتزعل اذا دريتها، بعدين هي ام خالد لا تشوفيها بتترقوص وبتحكي طول الوقت هي سلاله ومن تحت لتحت والا ما تعمل لنا مشكله. طيب ليش لا تساوي لنا مشكله؟ اصلا هي حطتني واسطه بينها وبين امك، بعدين المسامح كريم والنبي وصى بسابع جار. اصلا انا ما هان علي وقت إن اجت انه انت ما تحكي معها. انت بغياب امك محلها وهي دايسه عتبتك يا بنتي. خاله ليكي انا لما شفتها جايه تفصل عندك قلت معلش بلا ما اقطع بنصيبي خليكي تسترزقي لك برشي. يا بنتي تعلمي مني، انا مثل امك ما قالوا عن عبس احسن لمين يسأل.